حول الفساد الذي يضرب قطاع النفط والآثار السلبية على محافظة البصرة، ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الكاتب والإعلامي العراقي عبد المنعم الأعسم. أستاذ عبد المنعم، مرحبا بكم. يعني دعوة كردية واضحة وصريحة للتحقيق بتهريب النفط عبر الشاحنات، ولكن ما أثر عمليات التهريب هذا على اقتصاد العراق ومن ثم على تأثيره على المواطن؟ في الحقيقة أن تهريب النفط هو تهريب للجزء الرئيسي من الثروة الوطنية. إذا ما عدنا إلى الذاكرة أن النفط هو عصب اقتصاد العراق الريعي، ومن الطبيعة أن يلحق التهريب الضرر بالاقتصاد وبالتنمية وبمعيشة الملايين من العراقيين. هناك ضرر مركب غير مرئي، هو تكوين بطانة من المهربين التابعين للكتل والزعامات السياسية والميليشيات. تقوم هذه البطانة بتكوين عصابات إرهابية تقوم بالاختطافات والاغتيالات. وبيان الأمن الوطني نهاية العام الماضي أكد هذه الحقيقة، وبوجود ضباط، مجموعة من الضباط والعصابات تقوم بالاستحواذ على مصادر التصدير وجني الثروة وتكوين نوع من العصابة تدير هذه أعمال التهريب. وفي الحقيقة حتى هذا بيان الأمن الوطني للعام الماضي كشف حقائق كبيرة، أن السلطة تؤكد هذه الحقائق، أن السلطة تعرف بالتفصيل ماذا يجري على أقنية التهريب في محافظة البصرة. والسؤال الكبير هو لماذا لم تتحرك هذه يعني الدولة وبغداد والحكومة المحلية لمعالجة هذا الوضع الذي بلغ من يعني من السعة بحيث محير للمراقبين والاقتصاديين على حد سواء. أستاذ عبد المنعم، إذا ما تحدثنا عن المستفيد، بحسب النائب ريبوار محمد يقول إن جماعات بعينها هي من تقف وراء عمليات التهريب، ولكن في هذا نطرح، ألا تستطيع الحكومتان سواء في بغداد أو حتى في أربيل لوقف هذه الجماعات التي تكلم عنها ريبوار، أم أن هناك تعتقد من ينتفع من هذه العمليات؟ تهريب النفط هو جزء عضوي من الفساد المستشري في البلاد، والسلطات سواء في كردستان أو في بغداد أو في البصرة تتعيش على هذا الفساد، وهي تعتبره من مقومات سلطاتها والإمساك بالوضع. فيعني السؤال ساذج، هو لماذا لا تتحرك هذه السلطات لوقف التهريب؟ لأن هذه السلطات لها مصلحة في استمرار التهريب، وهي تعتاش على هذا التهريب وتحول التهريب إلى مواد، إلى أموال طائلة تخضع بها الدولة وتخضع بها المواطنين، وتشتري السلاح وتشتري الذمم و ترهب المواطنين. فإذا يعني أنا لا أستغرب أن السلطات تقف متفرجة على هذه الظاهرة. طيب أستاذ عبد المنعم، بحسب وكالة أسيوشيد بريس تقول إن محافظة البصرة حسب تعبيرها طبعا تمثل صورة مزدوجة ومتناقضة عن النعمة والنقمة في وقت واحد. يعني تحت هذا البند وتحت هذا الإطار، أين يقف الفساد الحكومي من هذه الظاهرة أستاذ عبد المنعم؟ في الحقيقة هذا يعني هذه واحدة من المعادلات الصارخة في مدينة البصرة. البصرة هي تعتبر المصدر الأساسي للثروة العراقية، وهي الأشد يعني رخاء بالنسبة للثروة الوطنية، أقصد الأكثر يعني وفرة بالثروة الوطنية، وهي الأشد فقرا في نفس الوقت. هذه المفارقة يعني حسنا أن الوكالة قد سلطت الضوء عليها، وهي معادلة يعني حقيقة دمرت حياة المواطنين في البصرة. نعم، المواطن في البصرة يعيش حالة الفقر والكفاف والعوز مقابل هذه الثروة الكبيرة التي يعني تزيد في ثراء التجار وزعماء السياسيين والكتل، وتزيد في ثراء الدولة حتى نفسها. فإن
الموازنة العراقية تعتمد في أساسها على البصرة بما تحويه من ثروة نفطية هائلة، ومنذ سنوات وعقود طويلة البصرة يعني تعاني من هذه الظاهرة، تعاني من الفقر والعوز مقابل هذا الثراء. وليس سرا أن الشرارات، شرارات الاحتجاج والثورات والاعتصامات وكل أعمال الاحتجاج تبدأ من البصرة، وهذا هو يفسر لماذا يعني البصرة تعيش في هذه الحالة والمفارقة والازدواجية. أستاذ عبد المنعم، عطفا على ما تفضلتم به نقف قليلا عند محافظة البصرة، في محافظة كما تعرفون من المفترض أن تكون أغنى المحافظات العراقية كما أشرتم في ذلك، ولكن مع ذلك ينتشر الفقر، تنعدم الخدمات، يعاني سكانها من أمراض سرطانية. ولكن أستاذ عبد المنعم، أين تذهب واردات النفط؟ لماذا لا يستفيد أهالي المحافظة من هذه الواردات؟ نعم، في كل مرة يجري الحديث عن موازنة البصرة وموارد التي تحصل عليها البصرة من الموازنة العامة، مثل كل المحافظات الموازنات تدخل في دهاليز الفساد وتستحوذ عليها القوى المتنفذة في كل المحافظات، وتذهب إلى مشاريع وهمية ومشاريع نصف مشاريع وإلى مشاريع متلكئة، ومن ثم تستنزف هذه الموازنة في الفساد المستشري في المحافظة. هم يوحون للمواطنين، للملايين العراقيين، أنهم عندما يبلطون شارعا أو يحيون شارع العشار أو مدينة من المدن أو ينشئون حيا سكنيا، يوحون إلى الملايين أنهم إنما يقومون بواجب تنمية هذه المدينة، والحقيقة هذه ليس سوى إعلانات، يعني إعلانات زائفة غير نزيهة عن الاستحواذ على الثروة. الثروة والموازنات تذهب إلى مشاريع فاسدة وتذهب إلى أصحاب السياسة والكتل والزعامات السياسية التي تستحوذ على حياة البصرة. من لندن الكاتب والإعلامي العراقي عبد المنعم الأعسم، شكرا جزيلا لكم.